شو هذا؟ لا باري. لك جاي جاي قلت شو حالك جاي؟ لك جاي ما قلك. خير. هيا خيو. فوت لشوف. لك نزل لإيدك شو حالك نزل لإيدك. شوي شوي شو عامل شو عامل؟ شو حالك أنت شوي شوي. لك شوفي. والله يا عم درويش واحد من ولادك مطلوب للعساكر السلطانية عملنا قرعة ورسيت على ابنك درويش. يا ويلي يا ويلي يا ويلي عليك يا درويش يا ويلي. طيب ما هذا شي جاي لعندك الصباح؟ لا في مجال هلق بده يطلع معنا من البيت. لك طول عمرك بتضلك خسيس. لا الله يسامح بس لو مانك مرة كبيرة. بس لبكرة الله يخليك خلينا نودعه ويجهز حاله روض امك وبدها تودعك. والله ما بنحسن يا خالي هيك الاوامر. كرمال الله لا تاخده بس كرمال هالولد. طب خدوه يا لبكرة اخطي الزمي في عيني برقبته شو حالكي مدرويش. فينا نحكي لحالنا. لك يا مدرويش أنا فيني غير نتيجة القرعة ونبعت يونس بداله بس يعني بدكن تدفعه مو إلي والله العظيم مو إلي بس لهالدرك ورئيسي تعرفي كيف ماشي القصص شقد بدك لرادة اللي لي معنا بالبيت أبيطلع 20 قرش ماشي 20 قرش وشوال القمح والباقي بتدفعه مني ترى. خلاص بقى بلعية بقلك بلعية. خلاص يا جماعة يونس فيه روح بدال خيو الحقني يا ابني. عملت لك حالك عملت لك كل شيء عملت لك لحالي بطلع لحظة. يونس لا تطول رح استناك. لا تطاك لا تطول الله معك.